40,000 مدني وعشرون يوماً من دون مياه. هنا في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي توقفت مضخات المياه عن تمديد الأهالي بحاجتهم، وبدأت المعاناة تشتد يوماً بعد يوم. وغدا الحصول على قطرة واحدة تسد الرمق مهمة ليست بالسهلة. ما عم توصلنا الموي خالص، إذا وصلت توصل شيء دايتك، يعني شيء إنك تعبي موي ترمس للشرب لا أكثر. اليوم شحدنا شوية موي مشان الجليات، صرنا 14 نهار بتاريخ اليوم. إحنا توقفت المضخات جراء الأعطال وقلة المواد المشغلة، ولأيام يضطر الأهالي إلى اجتياز مسافات كبيرة لإحضار القليل اليسير من المياه، في وقت تبلغ فيه كلفة التعبئة من الصهاريج ما لا يتحمله هؤلاء. وأما المطر فبات مصدرا آخر لتأمين ما يمكن تأمينه. نحن كمكتب خدمات تعبئة المجلس المحلي لا يوجد إمكانية تغذية مضخات المياه في مدينة الرستن من أجل نقل المياه للأهالي بسبب عدم وجود المادة في المجلس المحلي. الله يا تشتي شوفي من لما بالجاطات ومفوتين. اجتمع الحصار وفقر الحال وقلة الموارد على هؤلاء، فباتوا يتمنون اليوم أقل حقوقهم المياه، ولا حيلة باليد سوى مناشدة تنطلق من ربوع المدينة المنكوبة على أهلها للخارج، على الصوت يصل ولو لمرة واحدة قبل أن تقع الكارثة.